وللتعليق حول الأوضاع في الأراضي الفلسطينية ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول رئيس مؤتمر فلسطيني تركيا الأستاذ محمد مشينش. مرحبا بك معنا أستاذ محمد. الرئيس الفلسطيني محمود عباس أكد في كلمته أمام المجلس الوطني يوم أمس رفضه للتفريط بالقدس الشرقية كعاصمة لفلسطين، وأكد أنه سيتخذ خطوات مهمة خلال الفترة المقبلة. برأيك ما هي الخطوات المتاحة أمام السلطة الفلسطينية للحفاظ على القدس؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية لابد أن نعلق على ما يقوم به الاحتلال الصهيوني من استهداف للمسجد الأقصى في محاولة لطمس معالمه وتغيير هويته العربية الإسلامية وتهويده وتقسيم الزمان والمكان الذي يسعى الاحتلال جاهداً لذلك. نحن بالأمس تم الاعتداء على مقبرة الرحمة التي تحوي على قبري الصحابيان الجليلان عبادة بن الصامت وشداد بن أوس رضي الله عنهما، وللأسف تستثمر الأحداث التي تجري بشكل مستمر من هذا الكيان الصهيوني لأجل كسب المواقف ولأجل وضع شيء على الأرض والتغيير في معالم المسجد الأقصى. كنا نتمنى أن يكون هناك رد فعل من السلطة الفلسطينية صحيحا بهذا التوجه، وأن يجمع الشعب الفلسطيني وتجمعه السلطة الفلسطينية حتى تستطيع أن تواجه ما يقوم به الكيان الصهيوني مدعوما بالإدارة الأمريكية، وخصوصا ما يجري الآن يجري في لقاءات المجلس الوطني الذي كان المفروض أن يضم كل الطيف الشعب الفلسطيني، ولكن للأسف تم استبعاد القوى الحية المقاومة من أبناء الشعب الفلسطيني. لذلك سيكون من الصعب الوقوف أمام إجراءات التهويد التي يقوم بها الاحتلال الصهيوني إذا بقي أداء السلطة بهذه الطريقة منفردا وبعيدا. يعني هل تعتبر بأن الخطوات التي أعلنها الرئيس الفلسطيني محمود عباس غير متاحة؟ كل الخطوات التي الخطوات التي أعلن عنها الرئيس محمود عباس غير ذات قيمة إذا لم يكن هناك عليها إجماع فلسطيني. الوحيد الذي يستطيع أن يوقف المخططات الأمريكية والصهيونية هو الشعب الفلسطيني والنهج المقاوم لهذا الشعب. الإجراءات التي أراد ترامب أن يتخذها واضحة المعالم. هو قال بالحرف، قال لا يوجد شيء اسمه قدس شرقية بالنسبة للفلسطينيين، هذا الأمر انتهى، ولا يوجد حق عودة للاجئين، هذا الأمر انتهى، ولا يوجد إلا حلول يريد أن يقدمها ترامب حتى ينهي الصراع بطريقته. للأسف السلطة الفلسطينية وهي موقعة على اتفاق الاستسلام في أوسلو لا تملك أن تقول لا، لأن وظيفتها في وجودها في على رأس السلطة الفلسطينية في ضمن الاتفاقيات التي كبلت نفسها فيها هي قبول بما يمليه الاحتلال الصهيوني. هل ترى أن حالة الانقسام هل ترى بأن حالة الانقسام التي تعيشها الفصائل الفلسطينية تؤهل للوقوف أمام الانتهاكات الصهيونية؟ الحقيقة الأمر كان المفروض من السلطة الفلسطينية لا تعزز حالة الانقسام وأن تستثمر هذه الفرصة وحجم التهديد الهائل لكي يجمع الشعب الفلسطيني على خيار وطني صحيح وهو خيار المقاومة والوقوف بوجه هذا الكيان وسحب الاعتراف منه وإيقاف التنسيق الأمني مع هذا الاحتلال. هل هي وحدها من تتحمل حالة الانقسام أي السلطة الفلسطينية؟ بلا شك الإجراءات التي اتخذتها السلطة الفلسطينية بالأمس بإصرارها على عقد المجلس الوطني الفلسطيني هو تعزيز لحالة الانقسام وحقيقة دق إسفين كبير بين مكونات الشعب الفلسطيني وعزل متعمد للنبض المقاوم من أبناء شعبنا الفلسطيني. وأنا بت حقيقة أظن أن هذا الأمر له علاقة بصفقة القرن. للأسف أقول هذا الكلام، أقول أن هناك هذا علاقة له بصفقة القرن، يراد منه الترويج لهذه الصفقة وحشر خيارات المقاومة الفلسطينية من أجل مرور هذه الصفقة. ولكن أنا أقول لك وأطمئن كل المسلمين حول العالم أن هذا الأمر لن يمر إلا على أجساد أبناء شعبكم الفلسطيني وأخوانكم. أستاذ محمد، كيف تقرأ ما صادق عليه الكنيسة الصهيوني بقراءة أولى حول مشروع قانون القومية الذي يعتبر الكيان الصهيوني دولة لليهود ويحدد القدس عاصمة لها؟ الحقيقة أن الكيان الصهيوني يتجه باتجاه الإفلاس
والنزعة الشوفينية التي هي حقيقته. كل ما يروج له الاحتلال الصهيوني كان يروج له في الغرب بأنه دولة ديمقراطية وبأنه دولة شفافة وبأنه دولة تستقبل الجميع. هو كل هذه الأفكار التي كان يروج لنفسه فيها هو الآن ينقضها فكرة فكرة، ابتداء من الأبرتايد الذي يريد أن يمارسه على الشعب الفلسطيني، إلى التمييز العنصري، إلى التمييز الديني، إلى حتى التمييز بين اليهود أنفسهم، بين شرقيين وغربيين، أشكناز وسفرديم. كل هذه الإجراءات التي يقوم بها الاحتلال هي التي ستؤدي بالنتيجة إلى زواله. لا بل أنا أقول أن مبشرات زواله إن شاء الله بدأت واضحة. رئيس مؤتمر فلسطيني تركيا كان معنا من إسطنبول، شكرا لك.